سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحول الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن انتبهت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى، فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا، حتى أوزعه شمعا وأشعله. يا ربي تعلم ما قلبي وخفقته، فإن غفرت فما أحلى وأجمله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. المهم دنيا رجعت لكم ان شاء الله بكل جديد. ان شاء الله دائما الفيديوهات غيكون ان شاء الله من اليوم، بقيت غادي نحبس الفيديوهات كل نهار. الطاقه الايجابيه دائما نعطي الحبايب الطاقه الايجابيه دائما، لا شيء كنديروا شحال من حاجه. الحمد لله انا فقت اليوم ناشطه وفرحانه، ولو ان البنات بالصراحه المهم راكم عارفين تمر هي تمر، الواحد كيشقى روينه شحال من حاجه، ولكن ماشي مشكل ملي كتشقي على قبل وليداتك وكتشقي على قبل راجلك اولا ملي كتشقي على قبل راسك، راه ماشي مشكل، كلشي كيولي ساهل. المهم البنات كما جمعت معكم البيض ديالي كيف العاده، وجيت ان شاء الله هنا باش نبدل البنات هاد، المهم نبدل هاد الطريقه ديال هاد الشيء اللي حاطه. هذا البنات راه هو الدو ديال فقر الدم اللي كنحط الاسراء، بغيت نوريه شحال من بنت كاين. المهم شحال من بنت البنات كتسولني على السيرو، كاين اللي بغات تعطيه البنت شحال من حاجه. هذا البنات راه هو مالتي فور، ما عاد كنطقوش مزيان، مالتي فورماسيون قالت لي ما كتنطقيش مزيان. المهم هذا هو البنات الصراحه اللي كنعطي لبنتي. المهم راه ما عرفتش، قالوا لي الناس من الافضل ما تعطيهاش الدواء، عطيها ماكله، ولكن بعد ما كنعوضوا له هو هنا البنات ان شاء الله. كما شفتوا صافي جمعت الصالون ديالي، جمعت المبيض ديالي، جمعت الروينه كامله، اي حاجه عندي حيدتها عاد خرجت ان شاء الله للسوق. البنات هنا ان شاء الله راه جيت نشطبت، جيت نكمل معكم لاني ما كملتش معكم الماريو في الخويان. دابا ان شاء الله جيت باش غنحيد هادشي كامل، وغنرد داكشي ديال الروايح وداكشي لتحت، وغنرد المانط الفوق، لان الصراحه المانط ما جاوش تما والفوق، يقدروا يجيو المانط يجيو حتى 6 ولا 7 الا طلع، الا درتي مثلا شي طبيله وطلع شي فوقها راه الصراحه راه يجي زوين المانط. وجاتني هذه الفكره، اول حاجه البنات قبل ما نخرج قلت غنصايب هادشي مزيان علاش نخرج باش نمشي مرتاحه. قضيت شحال من حاجه الصراحه اليوم، طلعت للبوسطه عاوتاني، انا خاصني ندي مانطه وما نقدر نمشي نتكى حدا البوسطه، مابقاش نجي. قال لي يا اختي راه ما كاين والو، قال لي سيري نهار اثنين واجي عندي نلاقيك مع الفاكتور اللي كيكون حدا الدار ديالكم، وان شاء الله انا اعطيه النمره ديالك وتواصلي معاه. قلت لي يا ربي، قلت له اخويا من فمك لربي راني محتاجه ليها والله العظيم. بصراحه البنات راه ما غاديش نكذب عليكم، ديك الخلصه اللي غتجيني من اليوتيوب كما بغاتكم، ولا تكون غير 20000 ريال اولا شي حاجه غنخلص منها لك البنات، عشي الدوج انا غالي شحال من حاجه نخلصها منها البنات. هادشي علاش كنمشي كي كتقول لي راجلي قال لي
ايوا واش غديري صبري، قالك غير صبري حنا نشوف واش غنديرو. قلت لي راه المهم كما كان الحال راه ولو غتكون غير 19 ريال راه الخير والبركه عليك، بعد راه خدمتي عليها راه المهم كتحسي بواحد الاحساس في الشكل. راكم عرفتوا شنو نقصت ليكم، لانك حتى اليوتيوب راه كتخدمي، راه كتصوري وتنوضي، كاين اللي غيعجبو كاين اللي ما يعجبوش، كاين اللي ينتقدك نقد بناء، كاين اللي ينتقدك بنقد اللي خايب اللي ماشي زوين يخليك تمرضي ولا واحد وشنو. هادشي بغيت نقصد ليكم. المهم انا المهم كل ساعه كنمشي للفاكشو صراحه حافظوني، ولا غير كيشوفني من بعيد كيقول لي كيما من بعيد كيقول لي يا سيدي ما كاين والو. قلت ليه صافي تعود دابا تجري عليا صافي على عاد نمشي. والله العظيم ما واحد نقول لكم ويك ديال الضحك، ولا غير كيشوفني كيقول لي ما كاين والو. المهم البنات هنا شوفوا، راه جيت ان شاء الله باش غنست في الماكياج ديالي، داكشي ديالي الصراحه بدا داكشي كيشعل الفوق. البنات عمرت المانط والمخاد كلشي الفوق والتحت، لتحت درت الماكياج بحال هكا البوماده، واخا ما كنديرش داكشي الصراحه راه غير كنبغي نزوق بيه باش نحس براسي انا راني امراه وداكشي، زعما راه عندي ماكياج عندي ريحه عندي هادي. هانتوما كيما شفتوا باقي كنستف دابا تشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي. والصراحه اليوم والله الا البنات فرحانه الحمد لله، بعدا صافي مبقاتش ديك الدنيا اللي مقلقه وصافي نط. قلت من اليوم ما كاينش غنعود نخدم البنات كل نهار فيديو ان شاء الله باش نقدر نعاون راسي ان شاء الله باش تولي تجيني واحد الخسر هي لا باس بها. كل شيء ان شاء الله بالدعم ديالكم اخوتي، ولا توصل لي فيديو غير 10000 مشاهده في 24 ساعه بعدا راه تجيني ديك الخلصه هي هذيك مقاده الحمد لله. ما غاديش نكذب عليكم نقول لكم ما فيش الفلوس، لانني كنسول الناس كيقول لي اليوتيوب فيه الفلوس. شكون قال لكم ما فيش الفلوس؟ شكون الكذاب اللي كيقول لك لا ما فيش الفلوس؟ راه كاين اللي كتقول لك لا اليوتيوب، كاين اللي كيقول لك في اليوتيوب راه حطيتيني راه ما دخلوش عندي الناس بزاف. سميتو تلفت البنات تلفت سمحوا لي ماشي كيبغي، راه كاين لي سميتو. كنت بغيت نقول لكم واحد الموضوع وتفكرت واحد الموضوع. المهم البنات اش غنقول لكم، ما تدوش على خصكم الدنيا. اول حاجه ما نعسش الليل كامل، ما نعسش كيفاش نعس، ما شكيت عليكم الدرس البنات ما نعسش الليل كامل. ونط الصباح نط الصباح بديت ثاني كنتجرى نتجرى نتجرى على والو، مشيت للبوسطة وليت نحلم بيه، وليت كنقول لهم انا وليت كنقول لهم غير اليوتيوب. قال لي اختي المهم هذا ما كان، ولا يقول لي اختي وانت راه ما كاين والو، راه ما خزنا عليك والو، اش غندير لك اختي؟ قلت يا خويا تصبر اصبر معايا نهضر. عرفتي الصراحه لو تكون مشات معايا شي وحده فيكم غتضحك غتموتها بالضحك على داكشي اللي وقع عليا اليوم. المهم سالت صافي كما قلت لكم البنات ساليت الروينه ديال البيت، وملي كنسالي البيت انا صافي كنضرب بواحد الشطيبه قدام البيت بحال هكا. صراحه انت كنا شطبت جبت اي حاجه، ما الصراحه ما جففتش البنات في الاخر ما بقيتش جففت، دائما البنات كنجفف دائما دائما دائما. البرد راه ما خصش كاع بقى دير الماء بزاف، انا وليت كندير الماء بزاف. هاد البانطوفات البنات كنت خديتهم الصراحه انا وليا انا واسراء، الصراحه زوينين البنات والله الا زوينين كيسخنوا في هاد البرد. صافي البنات هذا ما كنخرج التشطيبه لبرا كامله حاشاكم، خرجتها برا شطبت برا كلشي، جمعت التشطيبه برا. ملي كنشوف شي واحد داز الباش كاين في العاده راني كنستر الخاميه، حيت كل واحد عنده خصوصيته ما نقدرش نصور شي واحد بلا الاذن ديالو. ان شاء الله الباش غادي نشطب عاد اش غنبدا في الكوزينه ان شاء الله. الكوزينه راه مرونه مرونه ديال بصح، غير اجيو تعاونوني. صافي البنات تعالوا تشوفوا الروينه ديال اختكم دنيا، راه والله الا وليت كنشوف البنات الكوزينه وكتجيني البكيه بكثرت الروينه والبرد اللي كاين. المهم البنات صافي ان شاء الله هنا جيت باش نغسل المعنات ديالي. المهم هنا صافي ما عنديش بزاف د الماء، عندي غير المعنات ديال العشاء وداك الشيء الصراحه ما غسلتهمش البنات، ما غاديش نكذب عليكم عييت وصافي البنات. كما قلت لكم شدتني الدرسه نعست ما بقيت تحركت ما والو، دقدقت غسلت داك المعنات. راجل جاب لي ديك البريمه البنات، ديك الكسكاس وديك الشبيكه ديال العواشق، الصراحه هما جابهم لي غير من القدام، وان شاء الله غادي نغسلهم وفي شي فيديو غنشاركهم معكم ان شاء الله. جابهم لي في البيض، غيجوني الصراحه معلون ديال الكوزينه، غيجيو حتى هما بيضين وزوينين. المهم غادي نشاركهم ان شاء الله معكم في شي فيديو. ها هما كيما شفتو مزوين، بلاصه غندير ان شاء الله فيها الموس، وبلاصه فيها وبلاصه فيها العواشق الصغار، بلاصه فيها العواشق الكبار، الصراحه غتنفعني الصراحه زوينه. المهم ان شاء الله فيديو جديد نشارك معكم بشحال من حاجه ان شاء الله، نشارك معكم ان شاء الله البنات نعود نطيب بحال هكا شي شهيوات شي حاجه نشاركها معكم. الدنيا ان شاء الله غتبدل غتبدل ان شاء الله، نبدل النفسيه ديالي ونبدل حتى الوضعيه ان شاء الله. ندير فيديو كل نهار انا كيف العاده، اصلا راني كندير فيديو كل نهار، غير هي غنزيد نوض نتشجع حيت كنقول لا واقيلا ليهم بلاش غنصبر، لانكم ان شاء الله كنتوما اللي غتطلعوني ان شاء الله وباقي غتطلع لي مشاهده، غير نصبر كلشي بالصبر.
المهم كيما شفتي صافي، انا راه ساليت الشقه دي، دابا ان شاء الله غادي نضربها بواحد الغسل هاد لابابو. الصراحه راه حالته، ما عنديش جافيل، تكون ما لقيتش اللي نسخر ويجيب ليا جافيل. ان شاء الله الى منين ان شاء الله منين نخرج، المهم نجيب جافيل ان شاء الله المره الجايه وندير جافيل، نضرب هاد الشيء بواحد الحكه. المهم نقي معكم الدنيا، الصراحه نقيت الدنيا حتى هاد البابي البنات. الصراحه رد ليا الكوزينه كتشعل، فرحانه بكوزينتي والله فرحانه بها الصراحه، ما قدني فرحه. وصافي هنا نكون ان شاء الله كملت الشقه ديالي. الخضره البنات زيرو خضره، ما كاينه لا خضره لا والو. يلا غنمشي ان شاء الله نتقدى معاكم ونشارك معكم التقاديه ديالي. بقاو معايا ان شاء الله حتى الاخر ديال الفيديو. عشان راه الثلاجه استلمت وانا نتصدم، ومشيت البنات للسوق لقيت الخضره صدمه اخرى. دايه معايا 600 ريال باش نجيب الخضره، لقيت صدمه اخرى. هذه غير عندي الدجاج البنات وعندي كلشي، اما كون ما كانش عندي الدجاج تكون مشكله. قلت بعدا ان شاء الله البنات نشلل هذا الشيء، نقاد هذا الشيء ان شاء الله. شوفوا البنات الشقه ديالي كيفاش داير، راه كلي كنسرد، كثرت ما كنشقى من نيتي، ماشي كنشقى من نيتي، كلي كنسرد وكنشقى بحوايجي. شوفوا حالتي كي كتكون، ولكن الحمد لله بنت الشعب وقابله على راسي وقابله على وضعيتي. ولو بعد البنات كيقول ويلي كي دايره في وجهها، ويلي خايبه، ويلي الزين زين القلب ماشي زين الوجه. الوجه واخا تكوني ملكة، واخا تكوني بلارة، راه واحد اللاج الواحد صافي كيمشي ليه الجمال، كيبقى الجمال ديال القلب هو اللي كيبقى البنات. الجمال ديال القلب هو أهم حاجة. الجمال ديال القلب هو كلشي، خص يكون قلبك زوين ونقي وفن باش كيطلع داك السر على وجهك. أما إلا كنتي ما زويناش في قلب في قلبك، راه ما ينفعش زين الوجه. هادشي اللي بغيت نقصد لك، هادشي اللي بغيت نقصد ليكم. سمحوا لي كنتلف. ايوا المهم هذا ما كان اخوتي، نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. الحداقه هي الحداقه هنا ان شاء الله، بغيت نقلبها البنات على البرودوي ما لقيتش برودوي زعما الفران. المهم دابا انا يلا دخلت دابا البنات والدراري. المهم يلا دخلت حيت حوايجي جبت اسراء من المدرسه، وتقديت البنات معايا الخضره، تقديت الخضيره، تقديت مطيشه، تقديت المهم النعناع والشيبه، الشيبه مخبر كاع باش خرجت. عشان بيني وبين شحال بيني وبين السوق البنات واحد المده جبت هاد الخضيره. المهم الصراحه باش الثلاجه كانت كتصفر، يعني كتصفر، انا بعدا مشيت الثلاجه ديالي تخلعت الصراحه. يعني ان شاء الله دابا غنرد معاكم البنات الخضره. صراحه ما غاديش نغسلها كاع، ما غنغسلش الخضره، حيت ملي غادي نبغي شي حاجه البنات راه ضروري اللي غنبغي شي حاجه راه غادي نغسلها. باش البنات بلاتي ملي غنبغي البنات شي حاجه غادي نغسلها، فاش بغيت نقصد ليكم ملي غنبغي شي حاجه راه نقصدها نيشان باقي كاع من الروينة في الثلاجة البنات. غير مش راه لالا إسراء، لالا إسراء دايما دايما مرونة، مرونة ماماها، الناس كيعاونو ماماواتهم وهي مرونة ماماها. نجي نهود الكاميرا هاكا، ما عرفتش كندير نهود الكاميرا، نهودها هاكا بغيت نجيبها هاكا مع الطبلة. ماشي صابرو على ختكم دوني، صبرو. صافي دابا كنصح العمل، عدتو البنات، عدتو والعود احمد. رجعت لكم دابا صافي، كاين غير الفيديوهات و ما كنبانش، ماشي مشكل واخا ما كنبانش. اهم حاجه انا المهم غادي نصاوب معكم تليليجتي ونستفخ بياختي. جبت غير شويه شويه من الحاجه، ماشي ما جبتش انا بزاف، اللي جاتني غاليه خليتها، اللي جاتني رخيصه جبتها كامله من عيني عاتو سميتو. غادي نديرهم هنايا حيت ما عنديش ميكات البنات. الصراحة هادي غندير ميكاب بوحدها بلاتي البنات. نتمنى هاد الفيديو يتلاح اليوم، تخيلوا ان كلشي غنديرو اليوم كنلوح الفيديو في نهارو، كنتي كتلوح كتصور الفيديو اليوم فاش نتلاح الغد ليه. انا غنمونطيه اليوم، غنصورو اليوم وغنلوحو ليكم اليوم. ها مطيشة ان شاء الله، مطيشة ديالي، مطيشة هذا خيزو كاين عندي. ندير الشيبه، راه ما جاتش البنات الخضره كامله، جاتني غاليه والله، خضره غاليه يا البنات. الله يحسن لينا العوان حنا الدراويش، كلنا كلنا والله. شفت الناس اللي مشاو ياخذوا الخضره ورجعوا، انا راه مشيت ورجعت في الاخر، ملي قلت لك واش غنطيب، لكن ما نطيبش، فضروري خضيره. جبت شويه الربيع، شويه الربيع سالية، جبت شويه الرمان الاسراء تتحمق على الرمان. جبت غير 6 كيلو، 6 كيلو البصل اللي جبت كيلو. شوفوا كيلو شحال فيها البنات، بلاتي صبروا صبروا مع اختكم دوني. شوفوا كيلو شحال فيه، هذا كيلو زعما، هذا خلاص البطاطا هي والبطاطا غاديش نديرو فيها. هذه بلاتي
انتم باش تعرفوا ما خديتش الخضره انتم مش كتبقاو شايطين لي الشبكه الخضره غاليه. غندير فليفله هي الصراحه بدات مني ما كنلقى مثلا كما ندير العشاء ولا شي حاجه كنقلي فليفله وكنقلي بطاطا واحد العشاء كيجي مخير والله الا كيجي عشاء مخير ما عندك ما حيدي ليا من الحومات وداك الشيء. انا الصراحه باش ندير حتى حاجه للغدا غنقضي غير باللي كان لا كنشابين غنتغدى به صافي هذا ما كان. المهم اهم حاجه من تقديت الخضره باش غدا ان شاء الله نلقى باش نقضي ونلقى باش نقضي غدا. ها انتوما الخضيره ديال دنيا اختكم دنيا صافي هاد البطاطا والبصله غنديو كنديرو في الشبيكه ديالهم البنات ما عرفتش كيديرو كنحيدو من الثلاجه وكيديروه هي في الثلاجه. وغادي ندير هاد الربيع هنايا بلا ما نقي الصراحه عيانه والصراحه ملي كنت قعدت ضربت المسافه باش كنت في السوق وجيت صافي. هذا المكان هادو شاطوني غنخليهم في الثلاجه باش يبقى خاوي والله خليهم باش نزعل ان شاء الله ناخذ ثاني خضيره اخرى صافي. هذا المكان ها نتوما شوفوا البنات شو هانتوما فلفله ومطيشه شويه الربيع تحت شويه الرمان عندي شويه خيزو بطاطا والبصله راه غنديرو المندور في الثلاجه صافي. هذا مكان يلا باي باي يلا بقاو معايا ان شاء الله. دابا صافي باش ما نقول لكم بقى معايا ليا النهايه ديال الفيديو نيت غادي نقول لكم اخوتي باش نكتب لكم هذا نهضر معاكم شويه بعدا قبل ما نسجل الفيديو بلاتي ديروا تتمه الفيديو هنايا. المهم هذا هو نهايه ديال الفيديو هذه هي التقضيه ديال اختكم دنيا صراحه هو كوكيز النهار ديالي اليوم شاركت معكم التقضيه ديالي بسيطه صراحه البنات ديت واحد ديت 700 درهم البنات ورجعت منها 10 دراهم لان الخضره غاليه ويني كانت تسقم قال لي بطاطا 5 دراهم قال لي فلفله 4 دراهم البصله 4 دراهم مطيشه 3 دراهم. المهم خديت داك الشيء اقتصدت وصافي. وهذا ما كان البنات شكرا بزاف على الدعم ديالكم ولي كومونتير ديالكم والدعاوي ديالكم شكرا بزاف. البنات يدخلوا عندي قايه ملي كنصور شي تخلي صور لنا اليوم شي فيديو لو حنا ضروري شي فيديو هالفيديوهات من اليوم ما كاين لا عجز لا والو الفيديوهات دائما دائما لوحي الفيديوهات لوح 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 الفيديوهات صافي حتى تقولوا لي بركه وانا عمرني من الحمد لله كنشارك معكم حياتي كما هي ما كنزيد عليكم ما كنقص عليكم الحمد لله عارفه راسي شنو في قلبي. هذا ما كان. المهم اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش ليا لي لايك وشي كومونتير يكون زوين يحفزوني ان شاء الله باش نبقى مكمله في القناه ان شاء الله وغنبقى مكمله في القناه الحمد لله. ما حد ربي معايا وانتم معايا راه حتى واحد ما يخيبني لان اول حاجه ربي وثاني حاجه انتم وثالث حاجه بنتي وراجلي. لي لايك كومونتير بارطاجو كنشوف فيكم وحاليكم يلا باي باي عليكم.